جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. السلام عليكم. اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، إذاعة الجوهرة موجودة في مدينة الدار البيضاء للمتابعة باش نعيشوا معكم حدث تألق المدرب التونسي فوزي البنزرتي مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي. أكيد استنونا ملا في كل المتابعات في الشريط هذا اللي باش يوثق لنجاح مدرب تونسي في المغرب. اليوم فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوصل من مراكش الى مدينه الدار البيضاء. احتفالات كبيره باش تكون في مركب مولاي محمد الخامس وكذلك في شوارع مدينه الدار البيضاء. نتبعوا مع بعض. سي فوزي مرحبا بك. مرحبا بك في راديو جوهرة. اهلا وسهلا. بالطبيعه احنا تنقلنا لك للمغرب ولقينا الجوله 5-5. 5-5 ما شاء الله. شويه كانت مشحونه، كانت طيبه، كانت فرحه باديه على وجوه الجميع في جميع انحاء المغرب، يعني مش يعني مش جمهور رجاء وحده، كانت المغرب كلها. حتى كي سمعنا شويه بعض حتى السياسيين يتكلموا يقول فرحة، هذه فما جابت فرحة للجميع الكل ووحدت بين الفقير وبين الغني وبين الصغير وبين الكبير وبين الأمور، وحدت الشعب المغربي. عدت سنوات يعني المغرب ما شهدتش فرحة كما شهدت المرة هذه. سي فوزي، سؤالك بدا يطرح نفسه في فترة قصيرة، عندك 3 أيام يعني جيت ودخلت مباشرة المعمعة. غريبة يعني بقى يقول هل أنه الفريق الرجاء كان معبي بالإمكانيات والمدرب السابق مش فايق؟ شو بالضبط؟ يعني الملاعبية هو ما هو نفسه، ما تغيرش حتى ملاعبي تقريبا. جيت مساعدين اللي كانوا موجودين ما كانوا فيهم عطوني نقاط الضعف، عطوني نقاط القوة تاع الفريق، خاصة خدمت عليهم، خاصة الدفاعية من ناحية الدفاعية. والدفاع كنت نتكلم عن الدفاع ديما، ما فهمونيش بالغلط، يعني الدفاع لازم الدفاع يكون العناصر كل لازم الدفاع هو كل حاجة. يوم كبير، يوم استقبلنا في جلالة الملك في القصر وعطاني نشان، وكنت الثاني واحد نتعدى بعد رئيس النادي، عاد فما احترام كبير ومفهوم قبلها. هذه كانت مكالمة هاتفية بعد نصر من الفريق البرازيلي. كلمك مباشرة؟ مباشرة في الهاتف نتاعي. اي احكي لنا شويه سي فوزي، شو بيناتك؟ شو قلك بالضبط؟ ترى تم شو الملك حكى مع سي فوزي؟ انا بصراحه جيت ترو سيربري، ما كنتش ننتظر معناتها مكالمه هاتفيه من ملك المغرب. يعني ما كلمني جلاله الملك، وكان ما
فرحان برشا باللي صار بتاعنا وهناني وشكرني وشكر اللاعبين وشكر المجموعة. هذا كل أكيد إضافة لفوزي بن زرت. وشوف قدامك أنك في يدك هذه العلامة هذه، نحب نعرفها شنو بالضبط الهدية مع الملك. هدية شيء نيشي معناتها نتاع الإنسان يقدم خدمات الواحد يعطي الدولة. الشعار هذا شعار مميز، معناتها شعار يعني شعار لابس بيه حتى ما قالوا لي. سي فوزي بطبيعة البارح كان احتفال جماهيري كبير برشا في استاد مولاي محمد الخامس. صحيح. في حفلة في الحقيقة تاريخية. كيفاش شنو كان شعورك انت كمدرب تونسي وتشوف قرابة 45,000 متفرج حاضرين وناداو باسم فوزي البنزرتي؟ والله نشكرهم، هذا يوم مشهود بالنسبة لي، مشهود بالنسبة لفوزي البنزرتي كما قلت لك مثل تونس بطبيعة الحال. ونديما سي فوزي جيت للرجاء ولكن في المقابل خليت فريقك الاتحاد المنصري واكثر بتبع الحديث وقتها في البريود هذيك. والله عشان جاوبتك على انتر ليديني قلت لك راه كلامي رئيس الرجاء مباشره، وانا ما عندي حتى فكره على الرجاء ولا كنت حتى نعرفها تلعب في فهمني جمال. لازم الناس تفهم راه اللوكال ما عنده حتى هدف، ما يوصلك لحد شيء، لا يوصلك انت، لا يوصلك اللي وصلني انا، ولا يوصل تونس، ولا يوصل اشعاع تونس اصلا. وديما قلتها في عدة مناسبات، راه الاشعاع نتاعنا يلزمنا يكونوا في الخارج، نمثلوا احنا توانسه، يلزمنا مؤسسه ولا شخص ولا سياسي ولا راه كيف تونس حاجتها بالدعايه، حاجتها بعدة اشياء في مثل على المستوى المحلي، راه ما نحصلوا حد شيء. معناتها قلت لها توصل للعالميه ما فهمش لا مسير ولا سوسه ولا تونس، ولا تونس العاصمه ولا صفاقس ولا غيره. علاش لوزونترونور مسكنات كل حاجات كل حيوانات، اخرج طرد مشي فهمتي، لا هكاك بيع عندكم انتم. علاش معناتها ديما هما مسؤولين، هما مش نقول كلام كبير، مسؤولين ديما هما الكل، هما ربكم الاعلى. احنا لوزونترونور خاطر ما عندناش مؤسسه، ما عندناش كون يدافع علينا. انا ما كنتش مرتاح عشان المسير ما طلبتنيش وقتها في النافي والموسم. في مثلا كان شقيق هذا المدرب مثلا، اي شقيقي ولا مش شقيقي، الغير شقيق ما خلنا ناحية الاشقاء معناتها كل حاجه في انا وش بيهم في مشاكل. تماما كان حبش نتكلم عن المواضيع هذوما، بقى لازمنا نفهم حاجه، راي العالميه هي الكل. الشارع المغربي وبالتحديد احباء الرجاء البيضاوي المغربي فرحانين برشا بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي، ويقولوا انه باش ينجح برشا برشا مع فريق الرجاء، ومنتظر انه حتى يكون مدرب المنتخب المغربي. نسمعوا شنو قال شنو قالت الجماهير المغربيه هنا في مدينه الدار البيضاء. المدرب بنزرتي كيعتبر دابا حاليا من القائمه الكبار ديال المدربين عالميا، ماذا موصل الرجاء لواحد المرتبه اللي ما كناش كاع كنتصوروا بانها غتوصل لها هي الفينال. تنقول له برافو عليك بنزرتي وكمل في المسيره ديالك الله يوفقك. فوز البنزرتي مدرب كبير، مدرب يعني بان على الكفاءة ديالو في ماتشات يعني قلال في ظرف وجيز، بان مدرب كبير وزاد الثقة للعابة، وحنا كجمهور ما كناش منتظرين يعني رجاء البيضاوي يوصل حتى الفينال تاع كوب دي موند، والحمد لله تحقق مع فوز البنزرتي. ونستنى في المدرب محمد فاخر توا نشكره بالمناسبة، وديما رجا وتبارك الله على فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي يعني مدرب مناسب جد مناسب يعني، وصل رجاء الفينال يعني، نتمنوا له التوفيق، وكان مدرب مزيان يعني ممتاز، نتمنوا له التوفيق بهذا الشيء اللي دار به، ووصل المغرب يعني ولا رجاء عالمي يعني، واخا انا ودادي نتمنى له التوفيق يعني. هكا بتبيع وفات رحلتنا اللي كانت خاصة وخاصة جدا في متابعة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، على أمل أنه نجيب بحذاه مرة أخرى يكون متوج بألقاب محلية وإفريقية. جوهرة FM.